بس السحابة يمكن اتكلمت فيها أكتر من مرة، ولكن خلينا ناخدها كده في عجالة سريعة. إزاي أرسم السحاب لمنظر طبيعي؟ أنا دلوقتي دي لوحة كانفاس قماش، هرسم عليها سحابة. في البداية زي ما احنا شايفين، أنا ببدأ أول حاجة بعملها الأطراف، بعملها بدرجة اللون الغامق، طبعا مش أزرق غامق خام، أنا جبت الأزرق وحطيت عليه بس شوية أبيض، وبدأت أرمي الأطراف باللون اللي أنا بعتبره الغامق. هو طبعا مش أزرق خام، ولكن بعتبر هو ده درجة الغامق عندي اللي أنا هبدأ أسحب منها بعد كده الدرجات الفاتحة. طبعا آخر السحابة عندي هنا مثلا بالشكل ده كده. هبدأ بعد ما دخلت بالأزرق أخش بدرجة اللون الأبيض، وأكيد الفرشة لسه فيها إيه؟ اللون الأزرق، فبديني درجة تانية وسط، وببدأ أدمجها كده في اللون الأزرق. أنا بشتغل دلوقتي بألوان بلاستيك عادية جدا، طبعا لو زيت هتبقى أسهل من كده والنتيجة كمان بتكون أحسن، ولكن بتطول معايا شوية. كل اللي أنا شغال بيه دلوقتي أبيض فقط لا غير، وبجيب الدرجات وبلمعها من اللون اللي موجود في الفرشة. بالإضافة لأن اللون الأصلي اللي أنا عملته في الأول ملحقش ينشف، يعني هو اللاستيك بينشف بسرعة، ولكن مش للدرجة اللي هي برضه، يعني بسرعة كده زي ما أنا شغال ألحق إن شاء الله إن أنا أعمل دمج للدرجات. طبعا الجزء اللي انا عملته في الاول ده تقريبا نشف، فحته الدمج ما هتبقاش سلسه شويه، فهعمل ايه؟ والابيض بتاعي لسه طري، هاخد شعرايه ازرق وادمجهم في بعض. بس اخلص دي، كده انا عملت اول مرحله في الوان السحابه. الخطوه اللي بعد كده ان انا هبدا اضيف تاثيرات. طبعا معلومه احب اقولها ان السحابه في المنظر الطبيعي مفيش عليها تركيز قوي، يعني انا بعد كده لسه هرسم عناصر كتير، وهرسم شجر، وهرسم تفاصيل، ممكن ارسم حيوانات، هرسم بيوت، الطريق، الكلام ده كله هيبدا ان السحابه مجرد عامل مكمل فقط. ولكن عشان ابقى انا جبت الموضوع بشكل كامل، انا ههتم بقى بشوية تفاصيل بس في السحابة، مش كتير يعني، ولكن ابدأ بس اللون بدأ يشد شوية، اروح انا بقى ايه ادخل بتأثير السحاب بالشكل ده كده. السحابة العادية البسيطة جدا يعني، اللي مفيش فيها لا تكلف ولا فيها تفاصيل، يعني على الهادي خالص زي ما بيقول. وابدا طرف السحابه بموته كده ايه، ادمجه في اللون اللي في الارضيه، بحيث ان ما تبقاش باينه كانها تلزيق مثلا، او فيه فواصل في الالوان او كده. يبقى طرف السحابه متحدد، مجرد حطيته بالفرشه بسيبه خلاص، ما بمسحش عليه تاني بالفرشه. والنهايه ببدا زي ما بقول اموتها كده في ايه، في اللون اللي تحت. البلاستيك او الاكريليك ما بيدينيش التاثير اللي انا عايزه من اول مره، فانا طبعا السحابه بتنشف برجع ادخل عليها تاني تالت رابع. اقدر كمان ان انا اشتغل بلون زيت في النهايه لو انا عايز ابين تاثيرات معينه، تاثير تراكم السحاب او تراكمها مع بعض، ابدا احرق حته او اغمقها شويه، كل ده متاح ليا في النهايه في التشطيب. ولكن انا زي ما قلنا قبل كده، احنا بنحاول ابعد حاجه اللي هي السحابه نخلصها، حتى لو بشكل مبدئي انا انتهيت من السحابه، عشان اقدر اشتغل على العناصر اللي بعد كده بمنتهى الراحه، يعني ما يبقاش عندي مشكله وانا شغال فيها.
هحتاج بقى عندي ازود طبقات الابيض في الاماكن دي. يبقى انا بشكل مبدئي تقريبا خلصت السحابه، اقدر كمان ان انا بعدين الغي فيها حاجات، يعني انا لو عايز طبقات السحاب دي ما تبقاش ظاهره قوي اقدر ان انا الغيها، اقدر ازود حسب بقى ايه حاله طبيعه المنظر او شكله في النهايه، ده اللي بيحدد معايا يعني. الموضوع طبعا في المناظر الطبيعيه مش محسوب، يعني مش انتش ملتزم بحاجه معينه، لا انت بتدور في النهايه على الشكل اللي يعطيك افضل شكل او افضل نتيجه يعني. احنا طبعا في دروس تانية هنكمل مع بعض المنظر، هنشوف برضه واحنا شغالين هل في حاجة تانية محتاجة ازود حاجة انقص حاجة وهكذا. احنا ايه الرسم ارتجال زي ما احنا متعودين، الافكار بتيجي وانت شغال، بتجي لك حاجة تزودها عنصر عنصر تشيله حسب ما بتطلع نتيجة الشغل معاك. وده كان درس بسيط كده بنتكلم فيه عن رسم السحاب، اتمنى ان هو ان شاء الله يكون لقاء إعجابكم، واستنوني هنكمل اللوحة مع بعض في دروس جاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.